الكنيسة، لأن هم كانوا جايين هدفهم الكنيسة بس. فلما اتجمعوا اللي جم من البلاد الثانية نزلوا من على السكة، فكانوا معاهم، فابتدوا لما كانوا بيشاوروا لهم على بيوت دي مسيحيين ومحلات دي مسيحيين كانوا بيخربوها يعني. هنا دي بلد وناس عايشين في حالنا وفي شغلنا والقصة مالها ومال المسيحيين والمسلمين؟ انت في مشكلة مع حد حلوها مع بعض؟ ده كله دم سودة، فحمة سودة، بوتاجاز وتلاجة وبوتاجازين وتلفزيون وكله وكله اتدمر. ماتش دخل عليهم جو خسر الدنيا، ماتش عندنا حاجة خالص. البتاع الباب ده حتة لمغزى الصفحة اللي دسوا فيها، وبالبتاع اللي بيحطوه ده الملتوف وراحوا وراحوا رامينه جوا في بئر السلم. روحوا روحوا لهم يا بس راح هد السلم مكسر، النار بعد عنا كسر السلم وكسرت السقف وشققت الحيطان. بس انا لقينا النار زغرتت لفوق، مش عارفين ننط من الشبابيك ولا نعمل ايه. راح واحد ابن حلال جاب لنا سلم نزلنا عليه، وفضلنا نقول لهم حرام عليكم من فوق ما تكسرولناش البيت، احنا غلابه ولا بينا ولا علينا ولا بنطلع ومختصرين. ما هوش اولاد ولا ليا جوز ولا ليا اولاد، انا ليا ثلاث بنات بس. كانوا بيقولوا لا اله الا الله، هنوريكم يا نصارى، هنعمل في كل اللي متعملش. يقولوا لنا انتوا كفره، وبينزلونا من على السلم. يقولوا لنا احنا عندنا دين لكن انتوا كفره، ما رضناش نرد عليهم خالص. ويجي يشاوروا على المحلات، طب ما في محلات هنا بتاع ناس تاني. كنا بنتغدى وحصل مش لازم يعني ان احنا نقول اسم مين، ما لقوش ليه فيها، مش معنى المحلات دي. يرضى ربنا عن ده، يرضى ربنا ده، لو يرضى ربنا ده. بص، وده دكان بتاع واحد حلاق تاني شغال حلاق، وبعد ما الدكين اتسرقت راح ولع فيها، بعد ما قدروش يسرقوه ولع فيها، يعني ما قدروش يسرقوه ولا عفيه، يعني هم سرقوا وخسروا الاقفال. اكسر كاس حياتي مسروقه كلها، حياتي كتير اتسرقت وبيتنا خرب. هو ده محلك لعيشنا وده محلك لعيشنا. النور ويضرب علينا هنا بتاع دلوقتي من التوف من التوف من التوف وبتاع تدخل في عينينا، ما كناش نقدر نلم الكرتوش اللي هم شغالين. بعد كده لقينا ضرب نار اشتغل، ضرب نار اشتغل من كل جنب، وتكسير وبشاعه، ضريه بشعه، ضريه في الناس يعني استحباط المكان هنا المسلمين، يعني ما فيش اعتبار خالص. طب ده صح البيت، يعني المفروض خاف على بيتك ما تخافش على صاحب الصدريه. يقول لك يتصلوا بالبلد اللي حواليهم المسيحيين ولعوا في الجامع. ابتدت الامور تتأزم من كل جانب. العاجل ده ما منحش الناس ان هي تعدي وسطيهم، الناس تخش تعبي زلط من على السكه الحديد تيجي تضرب. الناس هنا مسلمين يعبوا ملطوف ويضرب، والشرطه واقفه تتفرج. الله اكبر الله اكبر، بيروح بالدم اللي يديك يا اسلام. جايه ناس من كل مكان علينا، بقي ينجوا المسيحيين صاحبك وهم اللي يولع فيهم. كل واحد من يعني ده كل ده مسيحي، كل ده مسيحي، انا مش خايفه من حد، العمر واحد والرب واحد، خلاص خلص. جاي هنا قال دي العربيات دي عربيات نصارى. الله اكبر الله اكبر، نزلوا بالمنتوف. حضرتك صور الجنازه مرميه في الاتوبيس من قدام، وولعوا في التاكس ومعاهم توك توك، في حاجات حملوها في التوب توب وخدوها. بعد كده ابتدوا ان هم ايه يولعوا الدولاب والسرير، ما خلوش حاجه عشان ايه مسيحيين بس مش اكتر، يعني هدفهم ان احنا مسيحيين. معاهم توب ومضرب وحاطين كوتشات مولع فيها مولع في الصاجة. انت كنت خايف بقى؟